ومن باريس ينضم إلينا الأستاذ مختار العشري رئيس النادي المصري الفرنسي. بعد التحية أستاذ مختار، اليوم هو يوم عطلة رسمية في فرنسا، ماذا عن توافد المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024؟ كل خير إن شاء الله. النهاردة النسبة زادت عن ده طبيعي عن امبارح. بالامس طبعا كان يوم جمعه، كان يوم عمل، فكانت النسبه ما تعتبرش يعني تعتبر متوسطه. النهارده بدات تزداد، بكره بمشيئه الله يوم الاحد بتزداد اكثر، ده اللي تعودنا عليه من 2018 انتخابات 2014 و2018. نعم. الاقبال النهارده من بدايه اليوم، طبعا الجو هنا برد قاس، وفجاه البرد بدا تقريبا من امبارح، جو برد جدا جدا. ومع ذلك المصريين في الخارج بيتوافدوا روح، يعني روح غير طبيعيه ما شفناهاش في الانتخابات قبل كده. المصريين جايين بروح تصويت لمصر، مش تصويت لمرشح بعينه، او ان في اربع مرشحين، ولكن كل اللي جاي يقول لك مصر، مفيش كلمه مصر. فحضرتك يعني الاجواء الحمد لله النهارده تعتبر يعني في وجود تسهيلات من السفاره، اللجنه بتاعتنا في باريس هنا، السفاره المصريه، كل التسهيلات مقدمه، حتى من برد قدموا مشروبات ساخنه للناخبين والاطفال. نعم. بونبون وكده، في الحمد لله الجو جو يعني جو احتفالي كويس، وجو ترحيبي، وفي روح كويسه، وشايف ان السنه دي اكثر من او الدوره دي اكثر من الدورات اللي سبقت. بالحديث عن هذه الدورة الانتخابية أستاذ مختار، ما هو الجديد وما هو الملاحظ في هذه الدورة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 عما سبقتها من انتخابات أخرى؟ هذه الدورة الانتخابية تتميز بشيء، هو ما أعطى الحافز للمصريين على الإقبال على صناديق الانتخاب، وهو الظروف التي تحيط بمصر. مصر تحيط بها يعني اعين شر كثيره واعداء كثيره، وتحط بها مخاطر من جميع الجهات. نعم. وتحتاج الى مرشح يستطيع ان يكون حازم في قراراته للحفاظ على الامن القومي للبلد، ويكون حكيم في نفس الوقت. حضرتك بعد الاحداث الاخيره بتاع غزه، وحصل وعي سياسي عند الشباب هنا بعد ما كان عندهم مرحله لا مبالاه بالسياسه، النهارده الشباب دلوقتي جايين على الصندوق اكثر يمكن من اللازم، وجايين بروح الدفاع عن مصر. نعم. الموضوع ما بقاش ازمات اقتصاديه وازمات اجتماعيه او الحاجه غلت الحاجه رخصت، الموضوع بقى استقرار مصر واننا، استقرار لاولادنا، استقرار لاحفادنا، استقرار لبناء جمهوريه جديده، جمهوريه مصر الجديده ذو قواعد قويه، حد يبني البلد. كل الحاجات دي غيرت في الدوره دي مصر بتحيط بيها، غير الدورات اللي فاتت خالص. الاحداث العالميه، الانقسامات العالميه اللي بتحصل، التكتلات العالميه اللي اختلفت، الحروب الموجوده، ما حدث من امراض زي موضوع كورونا، ما حدث من حروب زي اوكرانيا، كل هذا جعل الشباب وجعل المصريين في الخارج يلتفوا حوالين بلدهم مصر، ويفكروا في استقرارها. الناس طالعه تقول عايزين من يحمينا، ومن يحمي اراضينا، ومن يحمي اولادنا واحفادنا في مصر. لكن استاذ مختار، هل هذه الظروف المحاطه بمصر وغيرها من الظروف الاخرى في السابق او حاليا الان، هي من دفعت او هي ما دفعت المصريين بالخارج وتحديدا الشباب بالادلاء في اصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسيه 2024، ام هناك دورات تدريبيه وتوعويه قامت بها السفارات وقامت بها ايضا الخارجيه المصريه من اجل تحفيزهم وتشجيعهم ايضا على الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات؟ حضرتك هو في مراحل. نعم. يعني انا لو انا عايز اتكلم بالنسبه للانتخابات، طبعا احنا هنقول ان كان في اول ما حصل مؤتمر من السفاره معالي السفير علاء بك يوسف، اجتمع بقيادات الجاليه هنا، و يعني حثهم على الحجز، انهم يعملوا حجز، وشرح لينا شروط الانتخابات والطرق التنظيميه اللي جايه من الهيئه الوطنيه للانتخابات. نعم. وبعد هذا المؤتمر انطلق بعد كده مؤتمرات عديده قامت بها قيادات الجاليه،
كل واحد كان، يعني انا عملت مؤتمر وغيري عمل مؤتمر، وقمنا باكثر من، وبعدين معالي وزيره الهجره كانت موجوده هنا برضو اجتمعت بينا. ده من ناحيه الاعداد والحجز، ولكن في حاجه ثانيه برضو غير موضوع المخاطر اللي هي بتحيط بمصر وروح الشباب، في حاجه ثانيه برضو حست على تغيير الوضع هذه الدوره. نعم. ان حضرتك المصريين في الخارج حصلوا على حقوق كثيره من الدوله الحقيقه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقياده السياسيه الموجوده، المصريين حصلوا على وزاره للهجره. نعم. اعداها لهم الرئيس. وهنا تحديدا أريد أن أسألك حضرتك أستاذ مختار عن المميزات والاستحقاقات الدستورية الكثيرة التي حظي بها المصريون بالخارج في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم تكن موجودة من قبل، ما تأثير هذه الاستحقاقات الدستورية والمميزات التي حظيوا بها على هذه الانتخابات الرئاسية الحالية؟ هو ده حضرتك اللي كنت هستمر بشرحه، اللي هو ان احنا حصلنا على الاستحقاقات الدستوريه زي حقوق ان احنا ننتخب في البرلمان، مثل رئاستنا في البرلمان، حقوقنا في اختيار رئيس الجمهوريه. نعم. تمثيلنا في البرلمان بكوتا للمصريين في الخارج، وزاره للمصريين في الخارج، بعض التسهيلات لإعفاءات جمركيه للمصريين في الخارج، إهداء بيت الوطن للمصريين في الخارج، منتدى الشباب للمصريين في الخارج، التأمينات الاجتماعية والصحية للمصريين في الخارج، والكثير 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 أهدتها الدولة إلى المصريين الخارج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن موجودة من قبل. هذا ما أحس الناس على أن هناك تغير واهتمام بمصريين الخارج، ولا بد من رد الجميل. نعم. ولو بأننا ننزل لصندوق الانتخاب عشان نثبت ان هناك وعي ديمقراطي لدي مصريين الخارج. الديمقراطيه لا تباع ولا تشترى، الديمقراطيه هي ممارسه، وعلى المصريين في الخارج ان ينزلوا ويمارسوا حقوقهم الديمقراطيه ويزيدوا نسبه التصويت، لان ده بيدعم رئيس الجمهوريه حين اختياره امام الراي العام العالمي وامام الدول الاخرى. فاعتقد يعني هذا يعتبر من ابسط الاشياء ردا للجميل لما حصلنا عليه من حقوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. على ذكر الراي العام الاوروبي، ماذا رصدت من خلال تواجدك في فرنسا وحضرتك طبعا رئيس النادي المصري الفرنسي من اخبار حول العمليه الانتخابيه الرئاسيه 2024 وتواجد طبعا عدد كبير جدا من الناخبين للادلاء باصواتهم داخل المقار الانتخابيه؟ هو بصورة عامة برضو عشان أبقى صريح مع حضرتك، ولو أن احنا في مرحلة صمت يعني الانتخاب، ولكن الظروف اللي هي موجودة بتاع غزة اللي حصلت في الظروف الأخيرة دي خلت الشعب، أنظار الشعب مش الشعب الفرنسي بس، أوروبا كلها، الغرب كله، أنظاره تبقى على ما يحدث حوالين غزة، من يتدخل في هذه المواضيع، من يدخل في حل هذه المشاكل، من يضبط هذه المنظومه. فالفرنسيين عارفين يعني كلمه يعني هنا بقى هنا يعني علاقتها بالصمت، يعني كلمه السيسي شدت انتباه كثير من الغربيين هنا او من الفرنسيين بصفه خاصه. هم عارفين دلوقتي يعني حتى قوات الامن الموجوده امام السفاره للتامين. نعم. عارفين يعني لما تعدي اي حد بيعدي فرنسي يقول لهم يعني بيسال ما هذه التجمعات، يقول لهم سيسي يعني سيسي يعني من السهوله، يقول لك الالكسيون بتاع السيسي، مش يقول لك مثلا الالكسيون بتاع مصر. نعم. معلش يعني مع احترام باقي المرشحين اكيد طبعا، لكل له قدره ولكل له احترامه وحريه الاختيار متاحه للجميع، ولكن كل واحد طبعا بيختار من يؤمن مستقبله. أكيد. ومن يضمن له الاستقرار والامن والامان. أكيد. الشعب الفرنسي هنا يعلم تمام العلم ان المنطقه كلها، منطقه الشرق الاوسط كلها والدول المحيطه بفلسطين او بغزه او باسرائيل كلها تدار بواسطه المنظومه المصريه، يرجع الفضل للمنظومه المصريه في حل مشاكلها. أكيد. وطبعا يعني دي مش عايزة يعني لا إعلان ولا عايزة صمت انتخابي ولا عايزة، لأن الناس كلها عارفة، الغرب كلها عارف، فرنسا كلها عارفة،
ما يحدث وما يدور، ومن صاحب الكنترول، ومن صاحب الحكمه، ومن صاحب الحل. بالتاكيد. وعلى المصريين الاختيار. اكيد بالتاكيد. استاذ مختار، حضرتك طبعا رئيس النادي المصري الفرنسي، ما هي التعليقات الاوليه من الناخبين انفسهم حول هذه العمليه الانتخابيه؟ الناخبين المصريين؟ نعم. مشهور خارج من حيث بقى التسهيلات المقدمه اليهم، من حيث العمليه الانتخابيه برمتها باكملها. هو حضرتك العمليه الانتخابيه عامه، يعني الشيء المميز فيها هي الروح الوطنيه الموجوده. نعم. في روح وطنيه عاليه جدا ما شفناهاش في الدورات السابقه. حتى المنظمين او افراد الامن الموجودين امام اللجنه والحقيقه اعضاء السفاره الموجودين والسفير علاء بيت يوسف كلهم كانوا متساهلين وبيتعاملوا مع المصريين بنفس الروح اللي المصريين جايين بيها، وكل حاسس ان في اندفاع للمحافظه على مصر وعلى امنها، كل الناس جايه تقول مصر. فالسفاره كانت بتقدم تسهيلات، يعني عشان الجو طبعا والمطر مثلا كمثال، معموله خيم امام السفاره. نعم. الجو برد، السفاره بدات تقدم مشروبات ساخنه. احنا كجمعيات وبصفه خاصه يعني لما يكون في حد عايز ينتقل وفي اي اعاقه احنا بنساعده، كان محتاج عربيه بنبعت له عربيه، ما كانش معاه مصاريف ومحتاج المصاريف احنا بنتطوع بيها. مش لصالح مرشح معين ولكن لصالح مصر ايضا. لصالح مصر، لصالح الحج للديمقراطيه، الحج للتصويت، لصالح مصر. هو قدام الصندوق وهو بيحط الورقه بتاعته هو حر في الاختيار. نعم. ولكن كل واحد جواه العقيده بتاعته لمن يعطي ولمن يستحق. لكن استاذ مختار، حضرتك ذكرت بتواجد الشباب على مدار اليومين امس واليوم ايضا بتوافد كبير ايضا، لكن ماذا عن كبار السن في ظل هذه الظروف المناخيه الصعبه التي توجد الان في فرنسا؟ هل هناك من تواجد اعداد كبيره من كبار السن ام لا؟ هو هنا المعيشه هنا في اوروبا او في فرنسا بصفه خاصه، نعم، سبب التدفئه اللي هي موجوده داخل البيوت وداخل الاماكن المغلقه، لما حد بيطلع ما بيحسش يعني بالبرد قوي، يعني نسبه البرد دي اللي هي الصفر دي بتبقى مرحله، يعني مرحله انتقاليه بسيطه، 100 متر 200 متر 300 متر، خاصه وان هنا شبكه المواصلات تمتاز هنا باريس بشبكه مواصلات عاليه من الجوده يعني وممتازه، لدرجه ان ممكن ما بين كل محطه ومحطه 150 متر او 200 متر. نعم. فالوصول للجنه سهل جدا بسبب اللي هم اللي عايشين جوه باريس، بسبب شبكه المواصلات، اللي عايشين بره باريس القطر الموجود، ولكن المسافه اللي هي موجوده ما بين المترو وما بين السفاره اللي هو في هذا الجو القارس من البرد، اعتقد يعني مش هي اللي حد يعني يبخل بيها على حب مصر يعني ما يجيش، فالناس يعني رغم وجود البرد ولكن بينزلوا عشان ينتخبوا ولا يبالي بالبرد يعني. بالنسبه لكبار السن، كبار السن دائما بتلاقيهم جايين مع اولادهم، مع زوجاتهم، مع ابنائهم، بييجوا معاهم، فبتكون يعني بيخرجوا يعني زي ما تكون مثلا رايحين يعني في احتفال او رايحين في زياره، فكبار السن بيجوا مصاحبين لاولادهم وابنائهم. اهم التسهيلات المقدمه لكبار السن تحديدا استاذ مختار، من ناحيه سهوله الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه، من ناحيه التعامل معهم في ظل هذه الظروف. ما هو انا بقول لحضرتك من ناحيه يعني من ناحيه السفاره هي بتقدم جميع التسهيلات لكبار السن. نعم. يعني ما فيش حد بيجي وبيقف، ما فيش حد بيجي بردان وما بياخدش المشروب السخن، ما فيش حد بيدخل اللجنه الا بيبقى قاعد ومستريح وبيجيب ورقه لحد عنده. ده بالنسبه للتسهيلات السفاره. بالنسبه للتعامل مع الجمعيات او قيادات الجاليه مع كبار السن، يعني انا بحاره خاصه ارسلت امبارح لحالتين اتصل قالوا مش قادرين نيجي عشان البرد وكده وبتاع، بعت لهم عملت يعني عن طريق اتصالات لحد جاي عدى عليهم وجابهم بالعربيات، احنا بينا وبين بعضينا بنحاول نريح يعني. كل التسهيلات موجوده. اول ما تقول يعني انا طالع عايز انتخب، بياتي نبض مصر، ودي حقيقه مش شعارات، بياتي نبض مصر في قلب كل مصري موجود هنا في الخارج. المصري في الخارج يقدر معنى كلمه مصر
يعني بطريقه حضرتك يعني مش عايز اقول غير المصرف في الداخل، المصرف في الداخل هو اخويا وابويا وابني وجاري، انما المصري في الخارج فعلا نبض مصر يحس بيه اكتر من اي حد موجود داخل مصر. احنا بره مصر وغيرين على مصر اكتر من موجودين جوه مصر. كلنا غيرين على مصر سواء في الداخل او في الخارج. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مختار العشري رئيس النادي المصري الفرنسي، كنت معنا من باريس.